الآن أنا خارج من زيارة هبة اللبدي، 38 يوم من الإضراب عن الطعام واعتقال إداري، معنويات عالية للهبة وثقة عالية بالنفس، وقد أكدت وقالت أن كل التهم التي وجهتها إليها السلطات الإسرائيلية عارية عن الصحة تماما. زارت أختها واثقة من كل اجتماع أو زيارة قامت فيه في لبنان، قالت ذلك للمحققين وتعود وتكرر ذلك. وأعود وأكرر، أنا قلق على حالتها الصحية، 38 يوم من الإضراب عن الطعام قد يتطور في المستقبل إلى خطر على حالتها الصحية. هي مصممة على الاستمرار في هذا الإضراب، وهي تقول لدي موقف سياسي، وأنا شعرت ثقة عالية بالنفس، موقف سياسي شامخ وواضح لا يغير قيد أنملة، لا ضغط السجان ولا المحققين ولا السلاسل التي وصفتها لي في المستشفى عندما كانت هناك وكان من حولها قوات خاصة. روحها طيبة مع أنها تعاني من الإضراب عن الطعام، ومعنوياتها أعود وأكرر عالية، وهي تقد أولا هي مشتاقة جدا لعائلتها، لأمها أم حاتم، لوالدها أحمد، لأخواتها لأخيها أحمد، لأخواتها لأخيها، وشكر كبير لكل الذين يسمعون مطالبة بإطلاق سراحها وإطلاق سراح الأسير الثاني الأردني مرعي عبد الرحمن، وكذلك شكرها لكل الذين يتظاهرون هنا خارج السجن. هذا يزيد من معنوياتها. بعد 3 أسابيع من طلبي بأن أزورها من الرفض المستمر، بأول أمس وصلتني الموافقة، وكان من المهم أن أراها. أعود وأكرر، أنا قلق من استمرار إضرابها عن الطعام، وهي مصممة على استمرار في الإضراب عن الطعام حتى تحريرها. أتمنى أن نلتقي في بيتها قريبا لكي نشرب القهوة معا. أنا أريد أن أشيد بقرار وزير الخارجية الأردني، استدعاء السفير الأردني، هذه رفع من مستوى الاحتجاج والرفض لهذا الاعتقال لمواطنين أردنيين. كل التحية للهبة الشعبية وللحراك الشعبي في الأردن وللنواب الأردنيين. تواصل معي أخي النائب خليل عطية على مدى الأيام الأخيرة، وكل التقدير أيضا لهؤلاء هبة، وكل الاحترام للمحامين الذين يرافقون هبة، محامين من الداخل ويدافعون عنها. نحن مصممون على الاستمرار لأننا ضد الاعتقال الإداري، وأثق فيما قالته لي بأن كل التهم ضدها هي باطلة من أساسها.